الله، هذا معنى الكلمة في اليوتيوب، هذا معنى الكلمة عند مجتمع التيك توك، هذا هو معنى الكلمة. لا تقول من يعني فاهم ومصدوم. اللي ما يغار على أهله يسمونه سباح. إيه. وشلون؟ يا ابن الحلال هذا رياكشن، فهمت؟ يعني طلع شخص يتكلم وقال لك كذا، قال هذه الكلمة. والناس خذوها كلمة، خلاص خذوها. وانت تمشي على الكلمة. ومعنى سباح يعني اللي ما يغار على أهله. ايوه هذا معناها. لا 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 غلط، والله غلط. انت هذا اللي قال لك ايه، لو تروح تقول له انت سباح بتهاوش معه بتضاربه، لان الكلمه لا 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 بالعكس. انا قلت لك انت نزلت مقطع انت وقتك وقلت كذا، يعني كلمه واضحه انها مقصوده مره. ايه هو عاجب الوضع، لا نكذب على بعض. خلاص انت يوم اخذت الكلمه دريت ان فيها شغله لك، قاعد تحطها في مقاطع ثانيه، وهذه مو اول مره، ثاني مره، ثالث مره، ورابع مره. وانا ادخل اشوف الكومنتات، والكومنتات تكتب لك نفس المعنى. انا ما اشوف اذا البنت طلعت في السوشيال ميديا هذا غلط، انا ما اشوف الشيء هذا غلط. احنا ما يهمنا وش شوفتك لهذا الشيء، انا اتكلم عن نفسي، انا غلطان اني طالعه كذا، صح ولا لا؟ ان شاء الله ربي يهديني، ما نقول لا. زين، بس انه غلط عن غلطي يفرق، غلط يوم انك تمس شرفك وتقول انا كذا وانا كذا، هذا يفرق مره. انت كذا مره اوفر، يعني هو قاعد يمس شرفه بهذه الكلمه، والناس كلها تدري، بس انه هو يستهطف.